ومثل ما بتعرفوا الله يبارك لنا بهالغيث اللي اجانا وازار ابو الزلازل والامطار يعبينا ما شاء الله. الله يبعث الخير اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي وكاله الفرات للانباء، اهلين فيكم من مطبخكم المطبخ السوري واللي بنساوي فيه اشهى والذ الاكلات السوريه. واليوم اجيناكم بطبق جديد مع نهار الصيام مبارك، كل عام وانتم بخير، الله يتقبل طاعتنا وطاعتكم. واكلتنا لليوم رح تكون المخشخشه، هي عباره عن بطاطا مقليه مكعبات رح تنحمس مع الشيش والثوم، اكله رهيبه كثير لا تفوتكم، تابعوا معنا. خلونا ناخذ المقادير. طبعا هلا معنا المكونات الرئيسيه، عندنا كيلو من البطاطا، نص كيلو من صدر الدجاج، وعندنا زيت وعندنا ثوم. هلا خلونا نقشر البطاطا ونقليها. هلا بنقشر البطاطات. طبعا المخشخشه هي اكله ولا اسهل ولا اروع ولا اخفف، يعني بتكون انت مثلا جوعان بدك تعمل اكل على السريع بتعمل المخشخشه. اكله رهيبه وبتروق عليها. وهلا بعد ما قشرنا البطاطا رح نقطعها، مثل ما قلت لكم رح نقطعها لمكعبات، مثلثات، مربعات، بدكم اياه، بس الانسب هو هيك رح نقطعها. وهلا بعد ما خلصنا تقطيع البطاطات رح نبعتهم على المقلي. وهلا بنقطعه بهاي الطريقه للصدر. في عالم فيكم تحطوا ناعمة، يعني ما في داعي انه تعملون هيك راس العصفور، بس انا بحب الراس العصفور بيعطوا نكهه يعني ألذ من ناعمة، وبالنهايه انتم بتختاروا. وهلا بعد ما قلينا البطاطات وترمنا اللحمات عم نجهز هالتومات، نوافيكم بحلقتنا لليوم. طبعا هي اكله شعبيه منحذره عن منطقه الغنطه بحمص، واحلى تحيه لاهل الغنطه. وهلا بنشغل على طنجرتنا، وهلا بنجيب معلقه سمنه. هلا بننزل بقليل من الزيت، قدر نصف فنجان. ولا بنحركهم بمعلقة خشب. وهلا الله يبعث الخير مع هالأمطار الغزيرة. اوه صار تسلل معنا المطر للزيت، رح ننزل باللحمات يا خيي. والتومات سوا كمان. هلا بنحرك كثير منيح. طبعا بعد ما هربنا من تحت الدلف وجينا لتحت المزراب ابينا عاد جيناكم بعد ما خلصنا هيك شوي تصوير. وهلا رح ننزل بالبطاطا، وطبعا هيك شكلنا النهائي بعد ما هربنا من تحت الدلف وجينا لتحت المزراب. ومثل ما بتعرفوا الله يبارك لنا بهالغيث اللي اجانا وازار ابو الزلازل والامطار يعبينا ما شاء الله. وهلا رح ننزل بمعلقه دبس فليفله، وهلا بنحركهم كثير منيح. بس شو بدكم بالحكي؟ طبخ تحت الشتي برد الروح. هلا هو عن جد برد الروح، يعني ما اني انا هيك عشان ما تشمتوا، يعني عرفتوا لي شلون هيك اخواتي. وهلا بننزل بالبطاطات بعد ما قليناهم وظبطنا الامور تبعيتهم يا اخي. هاي طيب راح اكلها. افطرنا صياما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. طبعا شوفوا لي على هالمنظر الجميل، شيء روعه بكل معنى الكلمه، بكل ما تعنيه كلمة روعة من معنى. طبعا وهيك بتكون خلصت نهاية أكلتنا، إن شاء
الله مجاري الهنا. وهاي ليموني، وهاي ليموني تاني كمان. طبعا وهيك بنكون وصلنا للختام هاي الحلقه لليوم باكلتنا المخشخشه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وعجبتكم. صياما مقبولا وافطارا شهيا. نورتوا يلي عم تعلقوا، وميت اهلا وسهلا فيكم. واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار راسلونا على بريد الصفحه، وبارك الله فيكم. يا اخي الافطار احسن بكثير. عمره ما حدا يقدم برنامج طبخ يا جماعه ويكون يعني صايم وقاعد يقدم الاكل، لانه راح يفرط يعني بكل معنى الكلمه راح يفرط. ايش هنا هي؟ طبعا انتم ما راح تاكلوا منه، بس انا راح اكل منه.